السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل سلسلة تصويرنا مع الشباب الايفون ونكمل سلسلة تعليمنا لبرنامج اللايت روم. حنبدأها بقائمة لايت. زي ما احنا عارفين في السابق نظام اللايت بسيط جدا في طريقة الاستخدام. دائما ما يخرج عن الاكسبوجر الكونتراست الهايلايت والشادو والوايت والبلاكس. حنتعرف عليهم بشكل مفصل الآن. الاكسبوجر اللي هو نظام التعريض اللي موجود على الصورة، لو رفعناه حيرتفع معانا بشكل كبير، لو خفضناه حتنخفض معانا قيم الضوء اللي موجودة في الصورة. فلو حابين مثلا لو وظفنا وحابين نستعيد نفس الزيرو نضغط على ضغطتين حيرجع معانا الزيرو. كنتراست زي ما تعرفنا عليه يحصر عملية الضوء ويوضح لك بعض المناطق او يبهت لك بعض المناطق، فجميل جدا في الاستخدام. الهايلايتس لو عندك إضاءة عالية في الصورة ممكن تخفضها، وإذا كان عندك إضاءة باهتة ممكن برضو ترفعها بشكل بسيط. الشادو يأثر على منطقة الشادو زي ما نلاحظ، اللي هو نظام الشادو نفسه، فتقدر ترفع في قيمة الشادو أو تخفضها نفس الأسلوب. الوايتس اللي هو اللون الأبيض، فيأثر على نقطة اللون الأبيض اللي موجودة في الصورة، إذا كان عالي ممكن تخفضه، ومرتفع إذا كان مرتفع تقدر تخفضه، إذا كان منخفض تقدر ترفعه. والبلاكس برضو يأثر على منطقة اللي هو الشادو أو الداكس اللي موجود عندك. فطريقة اللي هو اللايتينج والتعامل معاه بسيط جدا جدا جدا. بالإضافة إنه في كلمة أوتو في الأعلى، لو ضغطنا عليها حيعمل لنا معالجة تلقائية من نفس التطبيق، برضه ما أنصح فيه، بعض الأحيان يكون مفيد وبعض الأحيان ما يكون مفيد. فبنشوفه بشكل عملي الآن. لو رحنا على أحد الصور وفتحناها وحابين نتعامل مع اللايتينج، لو رفعنا في إكسبوجر حنلاحظ إنه الصورة بالكامل قاعدة ترتفع معنا قيم الإضاءة، وخفضنا حيخفض معنا قيم الإضاءة في الصورة. الكونتراست اللي هو التباين اللي موجود في الصورة ممكن نعمل حصر ونوضح إذا كان في عندنا بهتان، ونحصر ما بين قيم الضوء والظل اللي موجودة. الهايلايتس إذا كانت عندنا إضاءة زي ما نلاحظ في الأعلى، لو رفعنا حيرتفع معنا قيم الضوء اللي موجودة هنا، وإذا خفضنا حتنخفض بشكل كبير. الشادو مناطق اللي هو الشادو أو الظلال اللي موجودة في الصورة، الهايلايتس لو رفعناه حيرتفع معنا اللي هو نظام الضوء. الشادو لو رفعناه حترتفع معنا قيم الشادو اللي موجودة في الصورة، فممكن نخفضها ونرفعها على حسب احتياجنا. والوايت اللون الأبيض اللي متواجد في الصورة يأثر عليه، ممكن نرفع في قيمة أو نخفضها. البلاكس نظام اللي هو اللون الأسود، فتقدر تتحكم فيه بشكل جميل جدا. وهذه زي ما خبرتكم في السابق، جميع التطبيقات ما تختلف اختلاف كبير بنفس القيم: اكسبوجر، برايتنس، كونتراست، هايلايت، شادو، وايت، بلاك، ستاركس، بنفس الاسلوب، ما تختلف عن بعضها في نظام التعديل. اي صورة ممكن تتصورها تقدر تعالج فيها القيم الخاصة فيها على حسب احتياجك، وبسيط جدا التعامل معها. تقريبا هذا اللايتس، وحنكمل في السلسلة القادمة.